السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في تحت الضوء. 70 ميلادية أول مناوشات عسكرية حصلت ما بين ما يسمى قديما بالشمال والجنوب، عقد بعدها اجتماع طرابلس الذي دعا إلى تكوين دستور دولة الوحدة، ثم تلت في عام 79 ميلادية مناوشات واسعة أدت إلى اجتماع الكويت الذي دعا كذلك إلى التسريع في قيام الوحدة اليمنية، ثم تلاه بعد ذلك مجموعة حقيقة ما بين 79 إلى 86 مجموعة حقيقة من المناوشات هنا وهناك، إلى 13 يناير 86 حصلت مناوشات لكنها بحجم أكبر، جنوبية أكلت الأخضر واليابس، وهرب المسؤولون وقال الشعب يا ظالم لك يوم. كان الرئيس السابق في تعز حينها ودعا جميع الأطراف إلى الذهاب إلى صنعاء لمحاولة تدارك ما يحصل في ذلك الوقت وحل هذه الخلافات. 90 ميلادية يقول البعض وجدت خلطة جديدة ما بين الشمال والجنوب، طبخوها بعواطف لكنها كانت هروبا من واقع وباتجاه مجهول لم يكن مدروس جيدا. أنجبوا بعدها عام 94 وكان الدمار والنهب والدماء هي النتيجة، وهرب المسؤولون وهبر المسؤولون كذلك، استحكم بعضهم ونام الآخرون ليستيقظوا بعد حين ليجدوا من كان يحكم بالأمس يلحق بالركب. لم تجمعهم الأرض لكن جمعهم بيان مجلس الأمن، فتحوا قنوات وعقدوا مهرجانات، قال البعض ليشتم بعضهم بعضا، قال بعضهم لي كما أبرق إلي عبر الفيسبوك ما شافوهمش وهم يحكمون، شافوهم وهم يتشاتمون. وكأن الشعب وكان الشعب في هذا كله هو الشماعة الكبيرة التي علق أو علق عليها أخطاء من هربوا وأخطاء من هبروا. ودوما كحال قضايانا في كل حادثة تعلق وتقيد ضد مجهول، حلقة تلفزيونية مفقودة في سلسلة هذه الحلقات في هذه القنوات، وهي حلقة يغيب فيها ما يسمى بالضمير الحي والعقل السليم. حول هذه القضايا وحول كما وعدناكم في الحلقة الماضية أننا خلال هذه الأيام سنسلط الضوء على ما يحصل في المناطق الجنوبية من أرض الوطن حتى نقراها قراءة حقيقية تتسم بالموضوعية والمصداقية والأمانة، يعمرها حب أن تحفظ هذه الدماء وأن لا تراق وأن لا تزهق هذه الأرواح ممن لهم حقيقة حضور من أبناء تلك المناطق، حتى نقرأها قراءة صحيحة. يسعدني في هذا اللقاء من برنامجكم تحت الضوء الحلقة الثانية التي ستكون يوم هذا الأسبوع، يوم السبت كهذه الليلة ويوم الاثنين كذلك ويوم الأربعاء بإذن الله تعالى. يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفية في هذا اللقاء. عن يميني الدكتور محمد مسعود سميح، رئيس ائتلاف العدالة لأبناء الجنوب، حياكم الله دكتور محمد. أهلا وسهلا. كما يسعدني أن أرحب في هذا اللقاء بالدكتور صالح باصرة، عضو اللجنة الفنية ونائب رئيس الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء، حياكم الله دكتور صالح. يعني قد يسأل البعض، وهذا السؤال طبيعي وسألته أنا في اللقاء الماضي للذين في الداخل والخارج وحق لهم أن يسألوا، ما الذي يجري يعني لكليكما، ماذا يجري في تلك المناطق بعيدا عن القراءات الضبابية والقراءات السياسية والقراءات التي يعمرها أحيانا القراءة البعيدة جدا، ما حقيقة ما يحصل، إيش الذي يجري هناك؟ دكتور محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة أولا نشكر قناة الجزيرة قناة السعيدة على هذا اللقاء لتسليط الضوء على الأوضاع في الجنوب، وكما تفضلتم أنه الآن يجري ما يجري في الجنوب هو مخاض لتراكمات ومشاكل عفى عليها الزمن، ومشاكل أيضا يراد نبشها وإثارتها لكي يصنعوا واقعا جديدا يدخل فيه الجنوب في دوامة جديدة وتدخل فيه اليمن أيضا في دوامة أخرى. ليس جديدا على الجنوب أي مناوشات ومشكلات وصراعات، لأنه هذا دأبه، ليس دأب أبناء الجنوب الطيبين، ولكن ما ابتلي به الجنوب من تيارات سياسية لم تحسب للعمل السياسي حقه ولم تعطي العمل السياسي حقه،
فأدخلت نفسها وأدخلت البلاد والعباد في دوامات من الصراعات، وكأن ديدنها وكأن تصوراتها وكأن عملها لا يبنى إلا على الصراعات. فكما تفضلت أنت في المقدمة، أنت قد أوجزت يعني بالنسبة لتاريخ الجنوب وما انعكس ذلك على اليمن عموما. دكتور، يعني ولو قطعتك، يعني الذي يسمعك يقول كأننا احنا في الشمال عايشين على يعني أمور مستقرة، ما هو التناوش موجود هنا، لكن قد لا يرضى البعض من قولك دأبه، يعني وكأن القضية أننا نعيش، يعني يقول كريتر أنها اسم فوهة بركان، يعني هل كذلك المناطق تلك تعيش على فوهة بركان سياسي لا يمكن تستقر؟ أليست النظرة تشاؤمية هذه؟ لا، ليست تشاؤمية يا أخي الكريم، لكن العقلية أصلا، عقلية من تولوا الأمور في البلاد. ولو تلاحظ أنه يعني أول حكومة تشكلت يعني كانوا هم شباب، يعني بالعشرينات، يعني عام كم؟ يعني في 67 والعشرينات، وأغلب اللي راحوا إلى جنيف وقعوا اتفاقية الاستقلال مع بريطانيا هي كلها كانت عبارة عن يغلب عليها طابع التآمر، تيار يتآمر على تيار وفصيل يريد أن يقصي فصيل وصراعات وتبييت الكيد. يعني أنت كأنك تتكلم عن قرابة 40-45 سنة لم تستقر الأوضاع؟ هو عموما حقيقة يعني لم تستقر الأوضاع سياسيا. وأنت قد ذكرت في المقدمة، يعني تصور 67 الاستقلال وقيادة التي نحن لا نذكر أسماء، والقيادة التي تحملت المسؤولية وأخذت المسؤولية ونسقت مع بريطانيا تعتقل زملائها في الكفاح المسلح، اعتقال وتهميش وإقصاء. تلك أمة وأيضا قد خلت لها ما سلفت. أنا دعني في اليوم، إيش الذي اليوم قلت أنت قوة وتتصارع و إيه من هم؟ القوة هي نفسها تتصارع أصلا، لأنه يا أخي الكريم القوة اللي من عام 70-60 الآن هي تستنسخ طبعا، قد تكون صور أخرى، لكن أنا بعطيك مثل، يعني إنسان لا يريد أن يعترف بالآخر، لا يعترف بالآخر، إنسان يتعامل مع الآخر بيده وبسلاحه وببطشه وبتهديده وأيضا بإقصائه. هذه العقلية لابد أن تتغير، لابد أن نعرف، وبالذات نحن في الجنوب لابد أن نعرف أنه لابد أن نتعايش، لابد أن أنا سأتي للحلول، لأنك أنت الآن قفزت للحلول. أنا سأنتقل منك إلى أكاديمي وإلى سياسي وإلى ابن من أبناء تلك الديار وإلى من أصبح اسمه عبر التاريخ يسند إليه ملف دسم يسمى تقرير باصرة هلال، وهذا التقرير الذي جسد حقيقة هذا الواقع. أنا أريد من الدكتور صالح أستاذ التاريخ القديم والتاريخ المعاصر والتاريخ الذي سطره، أن يقرأ لي الذي نشاهده الآن. يوم الخميس قبل الماضي رأينا دماء، ونرى الآن يعني الذي ينزل إلى عدن، عدن الذي أنت درست فيها وعرفت مدارسها وازقتها وعرفت يعني ما الذي تغير في عدن، الأعلام التي تملأ كل الطرقات، النفوس المشحونة حقيقة، كيف يقرأها الدكتور صالح؟ شكرا لكم طبعا، وشكرا لضيفك الكريم، هو أيضا من أبناء الجنوب. طبعا أولا عدن مدينة كما قلنا قبل ما نبدأ البرنامج، اليمن كله فيها، عدن مدينة اليمن كله، ستجد من حضرموت، من أبين، من شبوة، ستجد من تعز، ستجد من البيضة، ستجد من صعدة في داخل عدن، والكل تعايش داخل عدن. أيام الاستعمار البريطاني وبعد الاستقلال أيضا تعايشوا، وبعد الوحدة أيضا تعايشوا الناس في داخل، وخاصة على وقت خصوص عدن بالذات، ودائما هذا المدن الموانئ تكون مفتوحة، وعدن أيضا مدينة ميناء ومدينة مفتوحة للجميع. وقلت لك المرة الماضية أنه الأستاذ عبد الله محيرز رحمة الله عليه قال أن عدن مدينة من يدخلها بعاداته وتقاليده يثري عاداته وتقاليدها، ولكنها تلبسه طابعها وخصائصها، تذيب الكل في بوتقة واحدة. نعم، تذيب الكل في إطار واحدة وبوتقة واحدة. ما الذي يحدث في عدن؟ هناك أشياء حدثت في الماضي وهذا تحتاج إلى تقييم
تاريخي محايد، يعني ما قبل 67 وما بعد 67 وربما إلى حتى عام 90، يعني تحتاج إلى تقييم تاريخي. ما بعد عام 90 مرحلة ثانية بدأت في الجنوب، مرحلة وحدة الجنوب مع الشمال في إطار الجمهورية اليمنية، وتم الاتفاق على شكل الوحدة ونظام الوحدة، ولكن العواطف غلبت العقول في تحديد شكل الوحدة ونظام الوحدة ومرحلتها الانتقالية، وربما أيضا الظروف المحيطة حينها أنها أدت إلى أنه يتجهوا إلى الوحدة كحل للواقع في الشمال وللواقع في الجنوب. وجاءت حرب 94. حرب 94 صحيح أن شعارها تثبيت الوحدة، وهذا شيء جيد. كل الوحدات تقريبا أو معظم الوحدات تثبتت بالقوة. بسمارك حقق الوحدة الألمانية بالقوة، وإيطاليا حققت الوحدة بالقوة، والمملكة العربية السعودية حققت وحدتها بالقوة. لكن المهم هو ماذا بعد القوة؟ ماذا بعد أن تنتصر؟ هل تبقى عندك غرور المنتصر؟ أو أنك تتعامل مع شعبك بشكل يساعد على لم الجراح، على يعني التئام الجرح، على تعزيز الوحدة؟ ماذا حدث بعد 94؟ لا أعتقد أن هذا حدث. يعني ومع هذا أبناء الجنوب انتظروا طويلا. الحراك الجنوبي لم يبدأ من 94، بدأت بعض البوادر، بدأ الأخ حسن باعون في بعض الأعمال السياسية المعارضة في حضرموت، ولكن الناس كانوا مستبشرين خير، لكن هذا الخير لم يأتي. رأينا خير آخر، رأينا نهب شفط لثروات الجنوب تشفط. وقلت اليوم في ندوة مع الكنديين حول الفيدرالية، أنا عش في ألمانيا ودرست في ألمانيا، توحدت ألمانيا الشرقية مع ألمانيا مع ألمانيا الاتحادية الغربية، تمام، تمت الوحدة، وأيضا تمت بطريقة سلمية. طبعا مع الفارق أنه اليمن يعني تجزأت لفترة طويلة، وألمانيا تجزأت لأسباب قرار دولي ونتائج الحرب العالمية الثانية، لكن تمت الوحدة في عام 90 في فأغدق الشرط على فأغدق على جزء من ألمانيا. يعني المواطن الغربي دفع من ضرائبه من أجل تطوير ألمانيا الشرقية وتطورت ونهضت. أنا زرتها في البداية وزرتها بعد ذلك وزرتها ثالث مرة. في البداية كان في نوع من الانقباض، في نوع من التحسس من سيطرة الغربيين، لكن عندما تم تطوير ألمانيا الشرقية وتوفير فرص عمل للناس وحدث تطوير ضخم، أحب الوحدة، أحب الوحدة. هنا حصل العكس. هنا الأخوان ليس كل أبناء الشمال، المتنفذون من عسكريين وسياسيين وشيوخ قبائل ورجال سياسة وتجار شفطوا الجنوب، نهبوا الجنوب، ما لم يقدموا شيء. لم يشارك أحد في الجنوب في هذا الشفط إلا شاركوا في هذا الشفط، لكن بشكل محدود. لكن تم يعني بالتالي، ما رأيك عندما يقصى جيش الجنوب بكامله من المؤسسة العسكرية اليمنية ولد احتقان؟ لا شك ولد احتقان عندما يقصى ما لا يقل عن 30,000 موظف. لأن وقتي ضيق جدا، صح. أنا أريد أن أصل فقط اليوم 2013 نشأ الحراك في 2007، في الفترة اللي بدأنا نحن نقدم فيها تقريرنا، وبدأت بجمعية متقاعدين عسكريين، قضية متقاعدين. أنت دكتور لو قطعتك، أنت تختلف مع من يرى أنه من عام 94 أنه يسمى حاجة اسمها احتلال؟ مش احتلال، أنا أسميه احتلال. جميل. إذا من 2007 أسميه ظلم. أسميه ظلم. ظلم تم من سلطة في صنعاء، نخب سياسية وقبلية وعسكرية، سياسية وعسكرية في صنعاء، نخب. رفعتم تقريركم في 2007، يعني كان جمر تحت الرماد. جمر تحت الرماد، جمر تحت الرماد، لم ينتبه له أحد. بدأ يظهر هذا الجمر فوق الرماد بجمعية المتقاعدين العسكريين اللي كان يرأسها الأخ العميد أو العقيد النوبة، وبدأت تتطور تحرك. تحولت من قضية مطلبية حقوقية إلى قضية سياسية. تحولت، وللأسف السلطة بالأمس واليوم ما زالت تتعامل مع الجنوب بنفس العقلية، حتى بنفس الطريقة، حتى اليوم، حتى بعد الثورة، بعد ثورة الشباب، نفس العقلية الإقصاء. طيب اليوم نحن اليوم
في 2013 في 2 مارس على مقربة من مؤتمر الحوار. ماذا تحقق من النقاط العشرين؟ حتى يختلف عما كان قبله. حتى يختلف. يعني لا اعتذار قدم ولا شيء. لا شيء. دكتور عشان بس لأنه طيب. الذي يدور في شوارع عدن الآن، الذي نعم. يدور في شوارع حضرموت يا نعم. ابن حضرموت نعم. نعم. الذي يدور فيها الآن نعم. نعم. من الذي يغر في القلب؟ من الذي يقولون يحرق من يقتل؟ من الذي يعتدي على من الناس؟ من الذي يقتل؟ من الذي يعتدي؟ نعم. أولا نحن حذرنا كمجموعة من أعضاء اللجنة الفنية يوم الأربعاء 20 فبراير من أنه على السلطة المحلية في عدن أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، وأنه كل واحد يريد أن يقيم مهرجان من حقه ولكن في المكان الذي اعتاد أن يقيم فيه مهرجانه. والشيء الثالث، لا داعي لهذا المهرجان ل 21 فبراير حتى لا نعود إلى عملية التأليه وخلق الأصنام الجديدة. 21 فبراير 17 يوليو وسنبدأ. لكن ماذا حدث؟ ماذا الذي حدث؟ تواصلنا مع الأخ الرئيس عبر الدكتور عبد الكريم الأرياني وقال أنه قد أعطى أمر بالإفراج عن المعتقلين وأن الاحتفال سيعقد في صالة مغلقة أو قاعة مغلقة، وكان المشاورات تتم من أجل أن يقام الاحتفال في قاعة 22 أو في ملعب 22 مايو، وهو يكفي لأي عدد الساحات. كبير يعني تمام، وأن الساحة العروض تغلق ويمنع إقامة أي مهرجان لأي طرف. ما الذي جعلها عقد في الساحات العروض؟ لا أدري، وسأل من كان السبب. أنا سأسأل الدكتور محمد لأنه يقال الذي دعا إلى هذه الفعالية أكثر ما دعا إليها هم الإصلاح، ثم أصبحت كما قال الدكتور نبيل أو الأخ نبيل غانم أنها ليست حزبية بقدر ما هي رسمية. دكتور محمد كيف يعني تواصلوا عن طريق الدكتور عبد الكريم الأرياني وأنه ستعقد في صالة 22 مايو وأنها من أجل في صالة مغلقة. ما الذي جعلها تعقد مع تحذيرات الحراك أنه إذا عقدت هذه يمكن أن تسيل دماء وتساق أرواح؟ أولا أستاذي الفاضل أسأل، لماذا تسال دماء؟ لماذا تسال دماء يعني؟ إناس يحتفلون بمناسبة عظيمة، يعني مناسبة 21 من فبراير ليست مناسبة سهلة. في هذا اليوم الشعب اليمني بنسبة كبيرة حكم على نظام الفرد اللي تفضل الدكتور باصرة، على نظام الفرد وأسقطه. في 21 فبراير خرج الشعب اليمني بنسبته الكبيرة وبملايين ليقول نعم للوفاق، نعم للاستقرار، نعم للألفة بين أبناء اليمن، نعم لانتخاب رئيس يتوافق عليه الناس، نعم لكي يستقر الوضع السياسي في البلاد، لكي تقوم حكومة تعمل من أجل تخفيف الاحتقان وتخفيف الأزمات. هذا هو كان يوم 21 فبراير. ثم أنا أو غيري يقوم باحتفال، هذا أمر مشروع. إيه بس أولو قطعتك يا دكتور، يعني نعم لحفظ الدماء، نعم للأخوة، نعم للتصالح والتسامح، واروح أسوي أنا يعني مثلا المؤتمر الشعبي العام يروح يسوي احتفالية وسط ساحة التغيير في صنعاء، إيش رأيك؟ أولا يعني ساحة التغيير تختلف، ساحة التغيير تعتبر رمز للثورة. بس تعرف أنت أن عدن على صفيح ساخن. والله يا أخي الكريم يا أستاذ الفاضل، في 13 يناير وكلنا قد شاهد والعالم كله شاهد تلك المسيرات التي انطلقت من الضالع ومن كثير من مناطق مناطق المحافظة الجنوبية بكل أريحية وتحمل العلامة التشطيرية. في 21 لا في 13 يناير يوم تصالح والتسالح والتسامح وانطلقت وعملت فعالياتها بكل أريحية وعلامة التشطير ومن رفع صورة البيض بكل أريحية، لأنه لابد أن نتعود أننا إيش نتعامل مع بعضنا البعض وتكون صدورنا واسعة لبعضنا البعض. لأنني إذا أنا عملت ما أريد وتفاعلت وأعلنت أفراحي ثم يجي أخي وأقول له لا، إذن أنا أصبحت وصي، أنا أصبحت لدي وصايا إن أنا أحدد أين المكان الذي ستعمل به ومتى الوقت الذي سيناسبني أنا وما الذي يغضبني أنا، فهذا ليس عدل. فالعدالة إنه نحن أبناء وطن واحد ونحن هذا وطننا، نحن فيه شركاء ونحن فيه إخوة، نختلف
تختلف وجهة نظرنا من الطرف للطرف، لا يمنع ذلك. نتخاصم أو حتى قد نتعارك، لكن في هناك أمور لابد أن نلتزم بها. أولا نحن كمسلمين، أي شحنة دكتور أنا معك، بس ما أدري الأخ المخرج معي، ما أدري ما زال معنا البث ولا انقطع. طيب دكتور، يعني ما زال البث معي مستمر. انا ودي اسال حقيقه، يعني الان من حق هذا ان يحتفل في هذا اليوم ونحن ابناء بطن واحد، وهذا الكلام الجميل كذا، يعني الكل يشتكي من طرف مجهول، مبني مجهول تقديره، الله اعلم من هو، يعني من الذي يدخل في المنتصف؟ انا ساسال سؤال. لماذا ياتي الطرف المجهول؟ انا ساسالك لماذا لا ياتي، عفوا اخي الحبيب، في 13 في 13 لماذا لا ياتي الطرف المجهول؟ طب انا بسالك سؤال، لماذا ما جاء في 13 وجاء في 21؟ هذا السؤال. انا ساسال سؤال، هل يوجد طرف ثالث دولي خارجي؟ نقول الكل حلوين، هل في طرف خارجي؟ هل في طرف جالس يلعب؟ نحن لا نعول، وايضا هذه يعني نحن نعطي نظرية المؤامرة أكبر من حجمها، هذا يعتبر برضو في النظرة السياسية يعتبر فيها يعني شيء من السذاجة، لكن نحن نعترف أنه في مؤامرة، لكن لا نعطيها أكبر من حجمها. لكن المشكلة فينا نحن كأبناء الجنوب لابد أن نتعلم، لأنه نحن كما ذكرت لك يا أخي الكريم، نحن الفترات التي عشناها لم يكن بيننا تعايش. انا ما اريد يا دكتور ان اجلس اصر، انا اريد اسال سؤال بكل وضوح امام سادة المشاهدين. طبعا. هل يوجد طرف داخلي او خارجي انت تقول نحن ابناء الجنوب كذا؟ انا اقول بصدق حتى اعرف انا من غريمي، ليس اذا ما فيش واحد من الداخل يا اخي الحبيب. انا اقول في اطراف بصراحه قطر متدخله في الموضوع، وقطر تريد المشروع، يقول البعض المشروع الوحدوي، وقالت على لسان امس الرئيس انها مستعده انها تعوض ابناء الجنوب وتبني وتفعل كل شيء. يعني ايران يقول مشروعها الانفصال، تريد انفصال البلد. السعودية مشروعها اقتصادي ومنطقة آمنة، لكن بعضهم يقول موقف غير واضح. أمريكا خايفة من القاعدة. ألمانيا نائب الرئيس السفير الألماني رايح جاي لعدن أكثر من مذهب عبد الرب منصور، حتى قال بعضهم أنه يتكلم اللهجة العدنية أحسن من بعضها العدن، يعني في ليبو كذا. سؤالي، هل هؤلاء يلعبون بالرقاب؟ يلعبون، لكن نحن نتحمل المسؤولية الكبيرة، نحن أبناء الجنوب نتحمل المسؤولية الكبيرة. كيف؟ نحن لأننا ما لم أعطينا هذه الجهات أنها تعبث بنا، لكن لو كنا كل منا يعرف حجمه ويعرف حقه ويعرف حق أخيه ويتسع صدره للتعامل مع أخيه، وأيضا يعترف له بحقه في الوجود وحقه في التعبير عن رأيه، لن يستطيع هؤلاء أن يدخلوا فينا. يا أخي الكريم، هذه ظاهرة دخيلة، وظاهرة يعني تعتبر نحن نجرمها، أن إنسان يتمادى أنه يعتدي على إنسان. يعني هل قصدك أن في ناس يضخوا أموال ويجدون وكيل شريعة داخلي؟ هذا أمر برضه وارد، لكن قضيت وارد، لا تعممنيش يا دكتور محمد، أنا مواطن بسيط أريد أن أعرف حقيقة الواقع. طيب أنت تريد أن تعرف حقيقة الواقع، أنه الأداة، نحن أبناء الجنوب الأداة، أبناء هل في الجنوب محرك خارجي؟ قد يكون في محرك خارجي، قد يكون. دكتور صالح، هل في محرك خارجي؟ أقول لك حاجة، خلي أترك محرك خارجي. أولا، ساحة العروض هي ساحة الحراك منذ 2007. هذا كلام صحيح. لحظة، خلي أنا ما تكلمت، أنا صمتت يعني. تفضل تفضل دكتور. ساحة العروض هي ساحة الحراك من 2007. يعني قسمت عدن؟ لحظة، مش قسمت، كما قسمت صنعاء، ساحة السبعين وساحة الستين وساحة جامعة صنعاء وساحة ميدان التحرير. وهذه كان صراع بين السلطة، والسلطة كان فيها أيضا نفس المحافظ الحالي، كان وكيل في نفس السلطة محافظ، وكان صراع مع أجهزة الأمن حول الدخول ساحة العروض، وسميت بساحة الحرية. وعندما جاءوا في 13 يناير جاءوا ملايين، مئات الآلاف جاءوا إلى الساحة. دكتور ترى أنا بعطيك مثال، بس لأنه بعضهم قد يقول لي، يقول طيب ما هو الدكتور صالح برضو كان في السلطة السابقة؟ نعم. يعني الدكتور وحيد أو الأستاذ وحيد، أنا كنت في السلطة لكنني نطقت قبل أن ينطق أحد من السلطة، وقلت أنه في مشكلة في الجنوب، عالقوا المشكلة. وأعتقد أن أحد لا من المؤتمر ولا من الإصلاح ولا من أي طرف قد قال لرئيس الجمهورية اختار بين شعبك أو 16 متنفذا، وكانت الإجابة السكوت. على مثل طيب فك ساحة العروض،
الأخوان في الإصلاح اختاروا أن تكون ساحة كريتر أمام البنك أو البنوك ساحة لمهرجاناتهم منذ أن بدأت الحركة الشبابية في فبراير 2011. طيب حدث في 13 يناير جاءوا من ردفان، جاءوا من الضالع، طبعا هؤلاء جنوبيين، جاءوا من يافع، جاءوا من حضرموت، جاءوا من شبوة، وصارت بسلام. وصارت بسلام. من أين امتدت؟ امتدت من سينما 26 سبتمبر إلى ما بعد المطار. أنا بيتي في الوسط. وفي 21 في يوم 13 يناير. تمام. لا في أمن يحرسها، ولا في قوات، ولا في مصفحات. ليش هذا؟ ليش 21 يحرسها الأمن وفيها ليش؟ ليش 21؟ ويوم 13 يناير الصباح لم تبقى ولا ورقة ولا قرطاس. سبحان الله. هذه المجاميع. يعني ليش؟ ليش؟ في تنظيم تم من قبل الشباب. في تنظيم من بينهم الأخ بن شعيب اللي اعتقل، من بينهم الأخ الحسني، مجموعة من الشباب، من بينهم الأخ هدى العطاس، تم التنظيم. طب لماذا في 21؟ واحد وعشرين السلطة المحلية في المحافظة تهدد وتندد منذ البداية، منذ أنا كنت في عدن في فبراير، في بداية فبراير، أنه سيتم عمل مليونية للوحدة يوم 11 فبراير، وبعدين أجلت إلى 21، وأنها ستكون في ساحة العروض. طيب ليش ساحة العروض؟ طيب ليش أيضا لأنها رسمية. أوكي رسمية. طيب لأنها لم تتسم بالطابع الحزبي. أوكي. تسمت بالطابع الرسمي. أوكي رسمية. كيف؟ من اللي يقف المنصة؟ قوى اثنين من المؤتمر والمحافظ الذي يشكل الدولة. طيب. وكلهم من الإصلاح اللي قوى في المنصة، واللي ألقوا الكلمات من الإصلاح، يعني أنت واللي سلم الترس من الإصلاح صلاح باتيس. يعني هل ترى؟ أنا قصدي إنه نحن نحترم وجود الإصلاح كحزب، لكن هل كنا في حاجة؟ لكن البعض يقول جميع القوى شاركت في الإصلاح، بس لا الاشتراكي شارك، ولا الحراك شارك، ولا الناصر شارك، ولا الإصلاح شارك في 13 يناير. من حقهم يشارك، لكن هذا الجماهير شارك. هل هو معيار؟ مش معيار. طيب إذا مش معيار فلنعمل استفتاء الآن في الجنوب. مش هم يقولوا الوحدويين هذول وذاك انفصاليين. نعمل استفتاء الخيار، نستفتي الشعب. بس هذا بيتناقض مع عضو اللجنة الفنية الحواطنية الذي يقول لنا الحوار. نحن نريد الحوار. لكن تفضل، من قتل؟ هل أصيب شخص من الإصلاح في هذاك المهرجان في 13 في 21 يناير؟ قتلوا ناس في 21. من قتل؟ هل قتل من الإصلاح؟ أنا بسأل سؤال. منظمة العفو الدولية تقول كل من قتل وكل من جرح لا يوجد أحد منهم من أنصار الإصلاح. طب أنا بسأل سؤال، لماذا لم يصدر بيان من الحراك باستنكار من قتلوا في 21 يناير؟ إلا صدرت بيانات، صدرت مجموعة بيانات. لم يستنكر لا علي سالم ولا صدر بيان من علي سالم البيض باستنكار من قتلوا. لحظة، استنكار من قتلوا؟ استنكار وتحميل السلطة مسؤولية من قتل بغض النظر. أنا لا تربطني علاقة به وربما أختلف. لا أنا سؤالي الآن، صدر بيان من الأخ حيدر العطاس، صدر بيان من الأخ علي ناصر محمد، صدر بيان من الأخ عبد الرحمن الجفري بما حصل في ذلك اليوم الحراك. مثلا في حضرموت حرق بعض حرق. لحظة، ما صدر بيان فيها. أوكي تمام. أوكي في حدث حوادث تمام. صدرت بيانات قبل، نحن نبهنا إلى خطورة هذا الوضع. صادق حيد عضو اللجنة الأمنية يقول أن في اللجنة الأمنية قررنا أن لا يتم أي مهرجان في ساحة العروض لأي طرف من الأطراف. لماذا تم الاقتحام من كريتر إلى ساحة العروض؟ لماذا؟ ليش؟ إذا أنت ترى أنه هذا البعض يقول ما هو اقتحام بقدر ما هو حماية، يقول ما انقلبت هذه المظاهرات إلى مظاهرة، يعني اتسمت حتى بشمال جنوب وأحرق بعض الناس، يقال من الشمال في ساحة العروب نحرق، ما حد يحرق. لا في حضرموت؟ في حضرموت نعم، في ثلاثة دكاكين أو ثلاثة فرشات وحرقت نعم. ولكن ليش نكبرها؟ ليش يعني؟ هل هذه هي موقف ابن حضرموت؟ يعني هل تعتقد؟ ليس موقف ابن حضرموت. هل تعتقد؟ لا ليس موقف ابن حضرموت. أنا أعود إلى حتى قضية الرجل الذي ضرب رأسه أو ضرب زوجته بالفاس وماتت في صلاح الدين. مدير الأمن يقول قضية جنائية. حلو. قضية جنائية. لكن سؤالي يا دكتور ما هو؟ أعود أنا إلى أنه أنا وأنت نتفق والسادة المشاهدين جميعا إلى أن الناس لا يمكن يفعلوا هذه الأفاعيل، وأن الناس بطبيعتهم يريدون السلم والسلام. لكن السؤال، هل في طرف ثالث يريد أن 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 لا أدري إذا كان هناك طرف ثالث، لكن يا أستاذ في صنعة تحدث، في صنعة يقتل الأب ابنه، يقتل الابن والده، تحدث حوادث. هل معناته هذه لم تكن؟ هل هذه لماذا الصحف تطلعوا بالمانشيت العريض هذه الأحداث الصغيرة وكأنها تعزز الكراهية؟ وكذلك الصحف الأخرى
تخرج بالمقابل. عفوا انا باجيب لك بعض الاسماء. معنا الصحف كل الصحف حكم. لا ما مش انا ما فيش عندي حاجه. اليوم حق في صنعاء اخبار اليوم في صنعاء الاولى في صنعاء اليمن اليوم اصحابك في صنعاء اصحابك الصحيفه صحيفتنا الايام مغلقه لاربع سنوات. وعدن عدن ايش؟ عدن هذه عدن الغد ايه؟ من يقراها؟ تقيل عندكم ما توصل. معليش عدن الغد تقول طبيب في طبيب من ابين يتعرض لحاله من السرقه في منطقه كت. هذه كلها انا ضد هذه كلها التأجيج. قالت انا اذكر لكن شوف انا اذكر عدن الغد في عدن اذكر انها عندما سقطت الطائره في قريب الساحات قالت ان هذا الطائر من مناطق الصبيحه وانه في الاخير اكتشف انه من بني بهلول ما ادري من مناطق الشمال. لا كامل لحق الخواجه. لا 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 طائرة ثانية الانتينوف الطائرة الثانية ثاني مش عارف الثانية قالوا انه يعني مش عارف. هل انت موافق على السياسة الاعلامية انا مش موافق على هذه السياسة لكن من يغذيها؟ من يغذيها؟ هذا هو السؤال. هنا دور السلطة. هل السلطة تضبط اجهزتها الاعلامية؟ ما هو المطلوب؟ هل السلطة مسؤول؟ ايش المطلوب منها؟ من مسؤول عن هذا الصحف؟ مش في وزارة اعلام؟ مش في قانون صحافة؟ مش في قانون اعلام؟ حاسب ليش ما تحاسب؟ هل ترى انها موافقة على ذلك؟ تعتقد ايش؟ أنا ما لماذا صامتة؟ لو من تحدث عن اللي هو الشعبي الذي قتل في منزله، الذي قتل الصحفي في منزله ومعه صديقه بجانب أسرته، حتى تحدث من نقابة الصحفيين وفي البداية قالوا قاعدة، طيب حتى لو قاعدة لماذا لم تعتقلوه؟ اعتقلوه إذا كان قاعدة. لو قتل بطائرة أمريكية بنقول معليش الطيران الأمريكي قدو يرفرف فوق بلادنا. طيب نفس الشيء العمودي عبد الله العمودي قتل في كريتر قالوا قاعده. طيب اذا هو قاعده ليش ما تعتقلوه؟ جميل ليش يقتل؟ جميل دكتور لازم نكون منطقيين. وانا عشان المنطق انا اتيت بكم هنا حتى على السلطه ان تمارس دورها كقوه عادله وليس كقوه ظالمه. وانت ترى انها الان فيها ظلم؟ فيها ظلم نعم. اليوم في 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 في, في المنصوره قتل واحد وتمت احداث عنيفه. ولهذا الاخ محسن باصره هو عضو في الاصلاح ورئيس شورى الاصلاح في حضرموت واخوك جاء اخي او غير او مش اخي وقدم مبادره لرئيس الجمهوريه وقابل رئيس الجمهوريه وقال لرئيس الجمهوريه في المبادره العنف لا يحل مشكله. استخدام العنف المفرط لا يحل مشكله. استخدام العنف قربوا علي عبد الله صالح وفشل، قربوا حسن مبارك وفشل، يقربوا الان بشار الاسد. العنف لا يحل مشكله. جميل العنف المفرط. جميل يعني أنا أخذت منك حقيقة مجموعة من المحاور الجميلة وقد تستثير مجموعة من الأسئلة لدى السادة المشاهدين وأنا أثرت لدي حقيقة مجموعة من الأشياء. منها سؤال لضيف الكريم الدكتور محمد الذي البعض يعني يقول الإصلاح مثلا الإصلاح يعني مثل ما ذكر الدكتور لماذا حقيقة يحاول أن يثير الآخر يعني ساحة تعرف أن فيها مشاكل وما إلى ذلك ليش يعني لماذا لا تؤثر سلامة الدماء يعني ولو قطرة دم واحدة. بالمقابل يقول البعض الآخر يعني خلال الفترة الماضية ماذا حقق الإصلاح للشعب الجنوبي خلال الفترة الماضية كلها؟ مرة يكون في المعارضة، مرة يكون في السلطة، مرة يكون شريك، مرة يكون كذا، إيش حقق؟ وأنتم اسمح لي في ذلك يعني وأنتم مثلا هنا رؤية ائتلاف العدالة لابناء الجنوب يعني البعض يسمكم بلون معين من الألوان، ماذا حققتم يعني غير قضية التنظير والسؤال الكلام يعني؟ والله يا أخي الكريم بالنسبة للطبعا الأخ الدكتور دخل في مواضيع كثيرة جدا والأمر الخاطئ أو الأمر الذي لا أريده الشخصنة إطلاق مثلا أي حدث ثم تشخصنها على حزب أو على جهة أو على كذا أو على شخص هذا طبعا لا يخدم القضية ولا يعين على الحلول. لكن من يحرك الواقع؟ ليست الأحزاب؟ نعم في الأحزاب لها دور وحتى مجتمعات المدني لها دور منظمة المجتمع المدني والشخصية الاجتماعية لها دور هذا أمر لا ينكر لكن إنك تشخصن الحدث باتجاه معين هذا فيه شيء من المبالغة. ماذا أقول؟ بالنسبة للفعالية التي حدثت في 21 فبراير هذه فعالية شعبية وقد رأيتم الناس وقد رأيتم من شبوة بالجمال وأقوم من كل مكان فهذا أمر والله الجمال هذا خوف يعني فهذا لا تخوف الجمال هذه ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بس أصبحت في العصر السياسي على العموم يا أخي الكريم إنه بالنسبة لل الناس من حقهم أن يعبروا عن رأيهم كما ذكرت سابقا وأيضا في أي مكان في أي مكان طالما والفعالية كانت رسمية لو الحراك أراد أن يأتي أن يأتي أنتم في ساحاتكم في عدن يعني أولا بالنسبة للفعاليات في ساحة الحرية في عدن يأتي من هؤلاء الحراك
ويثيرون مشاكل للشباب اكثر من مشكله يثيرون للشباب في اماكنهم فعاليه، والشباب يتعاملوا معهم بحكمه وصبر وسعه صدر، ولم يثبت انه هناك من الشباب، من شباب الاصلاح او من شباب الذين مثلا يوالون الاصلاح او الذين مؤمنين بخيرة الوحده، لم يحدث هناك اي مواجهه وهجوم على اي من هؤلاء من الحراك. لكن انه الانسان اذا عملت مثلا حدث او فعاليه رسميه، الامن لابد ان يقوم بدوره، والا ما وظيفه الامن اذا انت بتحشد هذه الحدود الاعداد الكبيره من الناس بالالاف او مئات الالاف؟ لابد ان الامن يحميهم، هذا وهذه وظيفه الامن اصلا، وظيفه الدوله فتحميهم. وايضا انت لو تتبع يعني انا برضو لا اقول انه هناك اطراف قد تستفيد، لكن نحن ابناء الجنوب الذين نوفر لهم الغطاء والذين نعطيهم الفرصه. كيف توفر الغطاء يعني؟ كيف؟ بعطيك مثال، الان مع قنوات تتبع الحراك، لو تطلع على الثقافه اللي عندهم او الاطروحات اللي يطرحوها، يعني شيء لا يقبله عاقل يعني في التعامل في القضيه اليمنيه. مثل يعني مثلا يعني ايجاد نوع من البغضاء والحقد تجاه اخوانهم من محافظه الشمال. يقول لك البعض هذه ما يقول لك يعني يعني اناس ظلموا، اناس سرحوا، مظالم، يعني ترى ذلك انه ليس من حقهم. انصر النبي يقول انصر اخاك ظالما ومظلوما. انا كيف اكون مظلوم ثم اكون اظلم؟ احرق انسان، هذا انا اشد بشاعه وانا اشد اجراما. من الذي احرقه؟ الذي احرقه يعني ايا كان احرقه، ايا كان احرقه. فهذه التعبئه الخاطئه التي انا عندي حقوق وانا مظلوم، لكن لازم ان انا ايضا لا اكون ظالم. انا اعطيك مثلا، انسان مثلا ياتي الى او يقلل من اخوانه بالالقاب والاستهزاء، ايضا يحاول انه مثلا يعمل مثلا شيء من المضايقات لاخوانه من. طيب جميل الدكتور محمد، يعني انا ساخرج الى فاصل لكن ساعود بعد الفاصل اليك يا دكتور صالح في قضيه، يعني يبقى السياق العام والاصل. الاصل هو بقاء البلد بوضعها الداخلي والوضع الاحتراف الخارجي، البلد هي تبقى عدن المدينة أو العاصمة الاقتصادية وتبقى جزء من تراب هذا الوطن اليمن بشكل عام. والأخوة مثل الذين مثلا قاموا بهذه الفعالية في 21 إنما ساروا تحت مظلة هذا الأصل الثابت وهي قضية الوحدة اليمنية القائمة. يعني الخارج عن الأصل هو الدعوة إلى الخروج عن ذلك، إما بمظاهرات معينة وإما بـ 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 بأعمال عنف معينة أو ما إلى ذلك، وآراء متعددة في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال الدكتور صالح له رأي مستقل، يعني زملاء الدكتور صالح مثلا هنا في صنعاء لهم آراء كذلك يختلفون معهم، ده يعني كذلك الحراك له أكثر من 25 رأي، 25 فصيل متعدد ومتنوع، الاشتراكي له رأي مستقل آخر كذلك، يعني الخارج بعض القوى من الخارج من أبناء تلك المواطن لهم رأي. كيف يمكن أن تحل هذه القضية مع هذه الرؤوس المتعددة؟ يعني ألا ترى أن هذا يفقد القضية أصلا، يعني يفقدها جوهرها وعدلها كما هو ينبغي أن تأخذه؟ سأخذ منك الإجابة لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين أرجو منكم تكرما أن تبقوا معي بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نسلط الضوء فيها تحت برنامجنا الذي استحدثناه من أجل معرفة ما يدور في المناطق الجنوبية في تحت الضوء، وإن كان قد كان الفاصل ما بين الجزء الأول والجزء الثاني طال كثيرا، لكن نرجو منكم معذرة في ذلك. في هذه الحلقات نحاول أن نلتقي بقيادات من تلك الديار، والأراضي والمناطق في المدن، في عدن، في حضرموت، في الضالع، في يافع، في كل المناطق، من أجل تسليط الضوء. هذه دعوة أقولها للمرة الثانية، أقدمها لكل القيادات في الداخل وفي الخارج. نحن على تم الاستعداد لسماع الصوت ونقله للصوت العاقل المتزن الذي ينبع من مصلحة وطن ومن حفظ أرواح، من أجل أن يسمع الكل ويعرف ماذا يدور في تلك الديار. باسمكم جميعا أجد الترحيب بضيفي في هذا اللقاء، الدكتور محمد مسعود سميح والدكتور صالح بصرة، كل باسمه وصفته. كنت قبل هذا الفاصل دكتور صالح سألتك، إن كان مثلا يعني من ينادون بالوحدة بغض النظر عن الانتماء الذي ينتمون إليه، حتى كما يقول الدكتور لا نشخصنها أو لا نجعلها حزبية معينة، فهؤلاء يصيرون مع النسق العام. لكن عندما آتي مع الذين ينادون بمجموعة مطالب أو بانفصال، يعني الدكتور صالح قلنا له رأي، الزملاء الدكتور صالح له رأي، في الداخل لهم رأي، في الخارج له أحزاب، الحراك 25 فصيل، يعني ألا ترى أن ذلك يسقط ويضعف القضية التي ينادون بها؟ أولا فقط تعليق صغير على ما قاله الأستاذ دكتور. يعني بغض النظر، سواء أنا لا أستطيع أن أقول أنها المهرجان اللي عقد في ساحة العروض 100,000 ولا 10,000 ولا، هذه يمكن الصور الفعلية اللي يمكن مشاهدتها عبر جوجل، والتي تظهر الساحة مع من فيها، وليس الصور اللي عرضتوها في الجزيرة أو في السعيدة أو في قناة اليمن، هي ستظهر من الشيء الثاني. من ما أكون أتمنى أن يكون ذكرى انتخاب عبد ربه منصور هادي الرئيس التوافقي، أن يكون معمدا بالدم، وأن يسمى خميس الذكرى بالخميس الدامي. وأتمنى من الرئيس أن يشكل لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث وتقديم المتسببين للعدالة. شكلت لجنة، شكلت لجنتين مجلس الوزراء، شكلت متى؟ بعد أسبوع شكلت. يعني هل هذا الدم، بغض النظر يكون من يكون هذا الدم، دم حراكي، دم إصلاحي، دم جندي شمالي ألا تستحق شمالي جنوبي، ألا تستحق نطلع بيان من الرئاسة يأسف لما حدث ويقول سنشكل لجنة تحقيق؟ ولماذا ليس هذا مش يمنيين؟ لماذا أنتم في اللجنة ما تسألون؟ ليش نحن أنتم أبلغنا اللجنة يوم الأربعاء، أنتم الكل ينظر إليكم لجنة تحضيرية. يوم الأربعاء تناقشنا، وزعل الأستاذ عبد الوهاب الأنسي، تناقشنا وحذرنا من ما سيحدث يوم الخميس وحصل، وانسحبنا من اللجنة وأصدرنا بيان في المساء. فقط هذا التعليق. لا سحبت أنت ومجموعة مننا سبعة، منكم سبعة من اللجنة الفنية. نعم جميل. ولا زلنا اليوم مجمدين وضعنا إلى أن نجتمع برئيس الجمهورية. طيب دكتور، ثاني أسأل سؤال كذا مجرد، يعني أنتم الذين من قيادات المناطق الجنوبية، نعم، بصدق يعني لماذا لا تصدروا أنتم بيان حتى في ملتقاكم اللي هو أصدرنا بيان بإنكار أصدرنا هذه بيان. الدماء أصدرنا بيان وقلنا نحن لسنا مع العنف، وندعو الحراك إلى عدم الانجرار إلى مربع العنف، ويجب الاستمرار. لكن ليس كل القيادات الجنوبية، يجب الاستمرار في النضال السلمي، من أجل القضية الجنوبية. طب أعدني إلى السلمي، هذا النضال السلمي 25 حراك. طيب ومنظمات لك، وأنت مثلا رئيس، عفوا نائب رئيس الملتقى التشاوري، نعم، الدكتور رئيس ائتلاف العدالة والأبناء الجنوب، والآخر يقول لك المسميات، حتى المفردات، نعم، ما عاد نستطيع تجيبون جديد لأنها خلصت. لا عاد مليان مفردات، عاد باقي كثير، عاد في مفردات كثيرة. يعني إذا أنتم بهذا يعني والبعض يضرب الدكتور بصراحة، وأنت تعلم ذلك، الدكتور حمزة أو كذا، فاروق حمزة ضرب، رفضت ضربه في عدن، وبعضهم ضربه، والتقط ضربه في عدن رغم انه ما قالوا غير منطقي، ولكن التقط ضربه. لا كيف تريد ضربه؟ الناس ان يامنوا اذا كان الاختلاف ما بين فصائل الحراك بالطريقه هذه. شوف يا استاذ محمد، اولا لابد ان نعرف ان السلطه استنسخت كثير من المكونات، وانت تعرف ان العلماء يستنسخون نعجه
لكن سلطتنا في اليمن السابقة والحالية شطار في استنساخ الأحزاب والمنظمات. وتعال كم تشتري استنساخات وانتو تعرفوا هذا الاستنساخ. حتى الصحف التي تقول عنها أنت في عدن صحف أعضاء مستنسخة وبعضها تؤجج الصراع. الشيء الثاني يعني القضية الجنوبية قضية واضحة، قضية سياسية، قضية حقوقية. علينا أن نعالج القضية الحقوقية أولا اليوم أو غدا، ولا بد أن نعالجها. وكان يفترض ولازل تطالب رئيس الجمهورية أن يبدأ بإجراءات تنفيذية للنقاط العشرين التي ستساهم في التهيئة للحوار. والآن الأشياء الضرورية: إطلاق سراح المعتقلين، اعتبار من قتل يوم 21 أو بعد 21 أو قبل 21 ضحايا، بالتالي معاملتهم ستتم بمعاملة من اعتبروا شهداء في الساحات. أما الشهادة هذه شهادة رب العالمين. 13 دقيقة من لحظة. والشيء الثالث الجرحى الجريح أيا كان الجريح هو أنا سؤالي طيب. كيف يمكن أن تريد المواطن سواء في الشمال أو في الجنوب؟ في الشمال يريد بلد مستقرة، وفي الجنوب يريد كذلك وطن مستقر. جميل. لكن سؤالي كيف تريدني أن أطمئن لمن كان تاريخهم كما يذكر الدكتور محمد، تاريخهم أنهم دأبوا على كما يقول هو دأبوا على أنهم كما يقول التاريخ طيب. والواقع دأبوا يعني على ذلك والواقع الموجود الآن. لا سؤالي والواقع الموجود الآن طيب بس أعطيك سؤالي، والتاريخ كذا والواقع الموجود أنهم أكثر من 50-30-40 فصيل، حتى 40 فصيل 50 فصيل. أنت مطمئن لهذا؟ مطمئن ليسوا أكثر من 4 فصائل، ليسوا أكثر أنتم من 4 فصائل. قدامي 2 أنتم لحد الآن. أوكي 2 4 فصائل رئيسية للحراك في الداخل، والباقي مستنسخة كما ذكرت. مستنسخة نعم، يعني تدور في الفلك نفسها. نعم مستنسخة، يعني لعبة سياسية. نعم مستنسخة يعني مطلوب أنه معالجة قضايا حقوقية سواء اليوم أو غدا. الشيء الثاني الوحدة مطلوبة، ولكن ما هو شكل الوحدة؟ الوحدة التوافقية أولا. الشيء الثاني، هل شكل الوحدة الذي يتحدث عنه الوحدة أو الموت، يعني هل نحن في حاجة لشعار الوحدة أو الموت اللي رفع يوم 21 فبراير؟ تجاوزنا. طيب نجي أريد من النخب السياسية فقط نخبتين أساسيتين في اليمن في العاصمة صنعاء، نخبة الإصلاح كنخبة حاكمة عسكريا وقبليا وسياسيا، والنخبة الثانية المؤتمر كنخبة سياسية وقبلية وعسكرية أن تقول ما هو رأيها في للقضية الجنوبية وما هو الحل القادم، حتى يأتي الجنوبيون إلى مؤتمر الحوار ليناقشوا الأطراف الأخرى على وضوح. وأعتقد أنا أنت أسحب سؤالك إلى الدكتور محمد. جاوب دكتور محمد. أولا بالنسبة لل طبعا أنا لا أستطيع أن أتكلم مثلا باسم الإصلاح وأقول مثلا أنه مثلا نظرة الإصلاح في ما هي نظرتك الجزية. أنت في أنت رئيس ائتلاف العدالة الذي قد سامحني قد يقول الدكتور هو مستنسخ على الإصلاح طيب. في نظرية الاستنساخ هذه مستنسخ ونعجد لي تعطيني الوقت جزاك الله خير. بالنسبة أولا الإصلاح له أدبيات وله قنوات وله صحف وله مواقع في الإنترنت يعبر فيها، وأنا واحد من تجمع الإصلاح وأفخر بذلك، لكن وله قياداته وله وجهاؤه وله رموزه. لكن بالنسبة للموضوع الائتلافات والتكتلات الجنوبية، لا سؤالي لأنه بابك معين لا 9 دقائق. سؤالي المحدد الذي ذكرك، أنا كنت بسأل سؤال آخر لكن هو سأل سؤال يقول أعطونا يا من كنت لا ترحمني بسؤال آخر. الشعب العام ومشايخ علماء وسياسيين وعسكريين وأنتم يا إصلاح يا من كنتم في الشرطة والمعارضة، أعطونا ما هي رؤيتكم للقضية الجنوبية؟ وأنت لديك هنا أعطيتني وهديتني أشكرك على ذلك رؤية ائتلاف العدالة لأبناء الجنوب، رؤيتكم حول ماذا؟ قل لي ماذا معكم؟ طيب أعطيك فرصة أتكلم. أنا بعطيك بس طيب. ما أريدك تخرج الموضوع طيب. لأنه الوقت انتهى. نحن طيب. رؤيتنا أنه هو ترى أنت أمامك مفهوم العدالة في قضية في القضية الجنوبية. ما هو؟ أولاً أن القضية الجنوبية كما تفضل الأخ الدكتور صالح وكل الجنوبيين هي قضية عادلة وقضية حقوق وحقوق سياسية. خلاص توصيف أعطونا حلول. أيضا مفهوم العدالة لابد أن أبناء الجنوب يعرفوا أن لابد أن يكون الإنسان
إذا أراد أن يحق أن يلتقي إلى العدالة وأن يكون أيضا عادلا في مطالبه. دكتور محمد، ما هو الحلول؟ الحل ما هو؟ الحل يا أخي الكريم، أول حاجة إن أنا كيف تنظر إليه، كيف ستحل هذه القضية؟ أنا كمواطن عندي، أنا كمواطن عندي حق ومظلوم، لابد أعرف حدودي أيضا. أنا مظلوم لكن لا أبطش، لا أتجاوز المدى، أنا لا أقلل من شأن إخواني من أبناء المحافظة. هذه رؤيتكم في العدالة؟ نعم هذه رؤيتنا. رؤيتكم أنت في توصيف الحال، لكن أنا في قضية يعني مثلا ممكن يقول لك الدكتور نحن نؤمن بالفدرالية، نؤمن بالكونفدرالية، نؤمن بالوحدة، لكن بصيغة أعطني أن أنا أتكلم وأكمل كلامي. بس الوقت يا دكتور ما يسمح ليش، بقي لي 6 دقائق. لأن هذه هي لب الموضوع. ما هي؟ لب الموضوع. إيش الصورة اللي تراها على القضية الجنوبية؟ أن هناك إعطاء شيء من الانفعال في قضية عادلة، نعم، لكن إعطاء شيء من الانفعال ومن التشنج حتى أن هذه القضية تضيع. أنت لا تجيبني يا دكتور محمد، أنا أجيبك الآن بلب الموضوع. لا لأنه أعطني ماذا تقولون حل القضية؟ قلت حل القضية عن طريق الحوار. أنا كشخص من أبناء الجنوب لازم أحكم تصرفاتي أنا لكي أقنع الآخرين وأقنع العالم وأقنع أخواني وأقنع الناس، لازم أتحرك بصورة سليمة. الشيء الثاني، نحن برضو لنا رؤية أنه نحن في ائتلاف العدالة أبناء الجنوب نرى أن الوحدة الاندماجية هي الحل، وأن الحكم اللامركزي المحلي الفعال الحقيقي. ليس ما عانينا نحن في الفترة الماضية. جميل، يعني أنت ترى أنه تبقى كما هي لكن إعطاء صلاحيات واسعة. نحن عشنا تجربة فرد، عشنا يعني قانون فرد، عشنا نظام فرد، هو الذي عين المحافظ، وهو الذي عين مدير ناحية، وهو الذي عين القادة العسكريين، وهو الذي عين، وهو الذي. جميل، أنا أشكرك. أنت قدمت الآن مشاهدين عفوا. أنا أسألك سؤال نهائي أخير، يعني لو فرضا جدلنا، لو قيل أن أبناء الجنوب اتفقوا 99.99 مثل الانتخابات التي كنا نسمع عنها دائما، وبقي واحد، هل تتوقع أن الواحد هذا ممكن يثير شغب وزوبعة كبيرة جدا؟ في ماذا؟ لو فرضنا أن أهل المناطق الجنوبية اتفقوا 99.99 على صيغة معينة، حتى لا يقول مشابه أنني أوجه الناس إلى شيء معين، على صيغة معينة، وبقي واحد، وهذا الذي لابد أن يحصل. تتوقع أن هذا الواحد ممكن أنه يقلب ظهر الجنوب؟ لماذا يقلب ظهر الجنوب؟ لا، لأنه لازم أن يحترم رأي الأغلبية. يعني أنا برضه في ائتلاف العدالة لأبناء الجنوب ومعي كل الناس الوحدويين والذي يريدوا ترى أنهم الأكثر؟ ليكن، نحن نقول لكل التيارات ولكل الخيارات ولكل الاطروحات في الساحة الجنوبية، نقول كل منا يعرض للشعب ولأبناء الجنوب وجهة نظره ويوضحها بأسلوب لا تهميش ولا قمع ولا أيضا تخوين ولا أيضا تهديد. أنا أعطيكم مثال. يقوم واحد من الشباب في أحد المساجد يتكلم في موضوع يعني عن الوحدة بنظرة سلبية فيتكلم، ثم يقوم واحد يريد أن يعقب فيهجمه على يعتدي عليه. أنا سأنتقل منك دكتور صالح على هذا الكلام الذي ذكره أخي الكريم. نعم. يعني يقول البعض أنه سياسة الإقصاء يعني رجعنا إلى أمن الدولة، يعني وما زالت موجودة، والأمن الوطني والأمن السياسي وكله، والأمن القومي والتشجيعون كلها كذا، أنها موجودة. والحراك حقيقة يعني مثلا الناخب الذي يقول البعض أنه أطلق شرارة أو كان من بدايات الذين أرى، الآن أصبح شخص عميل وشخص ويعني مثلا باعهم، أحيانا نشوف باعهم أنه في قناة سين غيرها تجده الشخصية الأولى وكذا، واليوم الثاني وإذا بهم سحوب الأرض، أو العكس يصم اليوم أنه الوطني واليوم الثاني أنه عميل يعطى فلوس من هنا أو هنا، يعني كما ذكرنا الدكتور حمزة أو كذا الذي ضرب وكذا. ألا ترى أن هذه بوادر مزعجة؟ نعم بوادر مزعجة، ولكن لماذا لا نجعل الشعب أبناء الجنوب باستفتاء عام تحت إشراف دولي يقول كلمته، وسنعرف وزن كل واحد من هؤلاء، وزن المؤتمر، وزن الإصلاح، وزن الحراك، وزن باعوم، وزن الناخبي، وزن باصرة، وزن أي واحد. طيب دكتور إيش الفائدة؟ يعني أنت الآن بس أنت يا دكتور أنت بتخالف الآن
ما تقوم من في لجنة الحوار. لجنة الحوار ما يقول استفتاء، لجنة الحوار يقول حوار وطني. لكن إذا كان الأمر الثاني أنه أنا كأستاذ أكاديمي، هل الحوار كان أنا الآن هل في حالة الاعتقال ينفع الاستفتاء؟ لا شوف أستاذ العامري، مش منه موضوع استفتاء، لكن لما أكون أتحدث أنا أنه هذا علي عبد الله صالح 33 سنة حقه كلها سيئة والحكم المحلي حقه سيئة، نحن لا بنصلح حكم محلي. لحظة، حكم محلي، حكم محلي، حكم محلي، أنتم شاركتوا في صنعه، يزور كل شيء، أنتم شاركتوا في صنع علي عبد الله صالح، شاركتوا في صنعه من 78، لم يعتقل إصلاحي أو أخوانجي في اليمن، أما في مصر فعلا عذبوا، أما في اليمن من 78 كلهم كانوا معه في المنطقة الوسطى حاربوا معه، وفي عام 90 من رفض الوحدة هم اليوم من يدعون إلى الوحدة أو الموت. أما الوحدة فالجنوبيين هم كانوا دعاتها لا شك قبل أن يكون الشمال. لكن هل تسمع شيء آخر، الحكم المحلي هناك رسالة من رئيس التجمع اليمني للإصلاح رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والآخر اللواء علي محسن الأحمر، يقولون لعلي عبد الله صالح الحكم المحلي هذا سيؤدي إلى تمزيق اليمن، بدلا من توحيد دولتين سيؤدي إلى تمزيقنا إلى 21 دولة. هل نجح الحكم المحلي؟ اليوم لا خيار أمام اليمن إذا أراد أن يبقى موحدا إلا الدولة الاتحادية. إلا الدولة الاتحادية. رؤية رؤية رؤية. طيب أوكي. لكن أنت طيب طيب طيب. مؤتمر الحوار سيأتي 85 من الحراك، وأنا متأكد إنه جزء سيستنسخ. طيب ما اتفقوا في مؤتمر الحوار على شكل الدولة؟ استفتاء. يخرجوا استفتاء. استفتاء. يخرجوا. طب أنا أسألك، هل الشعب اليمني يريد دولة كونفدرالية؟ دولة اتحادية؟ سؤالي سؤالي مجرد. دولة اندماجية؟ أنا أمام دكتور أكاديمي سياسي يعرف وخبير في ذلك. على مر التاريخ جميع الاستفتاءات التي تتم إما وحدة ولا انفصال يعني كلها قادت إلى انفصال. وانت تعرف عفوا بقول لك انا اقول لك ليش يعني انا اقول لك الوحده انا اقول لك ليش أنا مش الاخوان المديونيه ما هو صيغه للوحده ما هو صيغه الاستفتاء اللي تسعى اليه الوحده وانفصال ولا لا لا لا, لا مش اريد انا اضع ثلاث اوراق تمام مش انه انفصال يعني انا مش مع الانفصال. الانفصال سيؤدي الى كثير من الكوارث في الجنوب في الشمال. اريد ان اضع ثلاث اوراق، دوله ذات حكم محلي او تمام واحد ورقه، دولة اتحادية من إقليمين أو دولة كونفدرالية من دولتين اتحاد أيضا. ألا ترى أن هذه الخيارات تقود إلى الانفصال بطريقة تدريجية؟ بعدين يعتمد على جذبك لي وجذبي لك في ظل الأوضاع الموجودة. يا أستاذ محمد، الوحدة ليست قضية مقدسة، ما فيش مقدس إلا رب العالمين. جميل جدا. ورسولنا مقدس. لكن أخطاء، ما فيش حاجة. لكن سؤالي أنا، أخطاء الأفراد الذين قلت أنت ليست كلها صح ولا كلها غلط، أليست أخطاء الأفراد أفراد؟ يعني البعض يقول أقول لك يا بصر نحن قبل شوية كنا نتكلم قبل من دخول البرنامج حول مرسي إنه من حقه يجري انتخابات. جميل. وإن شاء الله يطلع 10%. جميل جدا. إن شاء الله حزب واحد ينجح. أخطاء. يعني أنا إن شاء الله حزب واحد ينجح. جميل. لكن طيب. بعضهم يعني يقول لماذا نحن يقاد مصير شعوب بسبب سلوكيات أفراد؟ يعني بعضهم قال سلوكيات الأفراد. أترك الأفراد الذين قادونا إلى الوحدة، قال بعضهم أفراد والآن سيبسون أفراد تحت إشراف دولي، صندوق استفتاء تحت شرف دولي، ونقول أبناء الجنوب رأيهم. الذين يريدوا الوحدة، إذا يريدوا الوحدة الاندماجية بشكل الحالي، والاستفتاء الذي تم على الوحدة والدستور ما كان هو الاستفتاء في عام 90. اليوم تغيرت الأوضاع. إيش غير في عام 90؟ رفع أبناء الجنوب سيارة علي عبد الله صالح، رفعوها. اليوم يقدر علي عبد الله صالح يخرج إلى عدن، أو حتى واحد من قيادات الإصلاح يخرج يعمل مهرجان في عدن من القيادات في المركز وليست قيادات عدن، يخرج واحد منهم يقدر. والسبب؟ لا يستطيع. يقدر. ليش؟ لأنه الأخطاء تراكمت، والأخطاء ليست أخطاء علي عبد الله صالح وحده، شارك الجميع في هذا الخطأ. مثل ما شارك مؤتمر وعلي عبد الله، شارك الإصلاح فيما حدث بعد 94. وعلي سالم. وعلي سالم شارك، نعم. لكن علي سالم ألا ترى غادر. أن أخطاء علي سالم قد غادر. أنا أكلمك عن من انتصر، من أصبح بيده الجيش والسلطة والقوة. هو اللي بيد القوة. لكن أليست أخطاء الأفراد من الجريمة أن تحمل على شماعة؟ طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ أنت تريد تسمع رأي الشعب؟ أنت تريد تسمع في ظل الظروف المحتقنة؟ كيف الطريقة؟ في ظل المحتقنة؟ كيف الطريقة؟ طيب. عشان نخرج من الاحتقان. بس هو احتقان الآن. هو احتقان الآن. خلي الصندوق يرد.
طيب جميل. انا خلي الدكتور محمد خلينا نحن نقول الاحتلال الى الصندوق زي ما الصندوق هو الحكم في الجمهوريه اليمنيه في الانتخابات القادمه وفي الانتخابات التوافقيه وفي كل شيء. خلوا الصندوق هو يقرر ماذا يريد ابناء الجنوب، وقد يكون يريد الوحده، ومن لا يريد الوحده كما قال محافظ عدن في خطابه يعني يغادر. سنغادر لما نريد الوحده، انت ما تريد نغادر الوحدة. نازحين نخرج عن ننزح. انت ما تريد الوحده؟ انا مع الوحده لكن يعني الوحدة، انت مع الوحده لكن الوحده ليست بالغصب. جميل. لا شك. الوحده ليست بالقوه. لا شك، لا شك. الوحده بالتراضي. جميل. حتى الزواج بالتراضي. حتى الزواج، ودائما كلمه هو الزواج حصل في 90 والزواج حتى ممكن يحدث طلاق، ممكن يحدث ندامه. عدي عبد الله صح قال ايش في خطابه الاخير؟ مش شور وقول. طيب اعتبرها ندامه، ما حصلتوه مننا اعتبروه ندامه. دائما امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. اي بس اذا في الاخير فبعثوا حكما من اهله، افضل لنا ان نبقى شعب. شوف يا استاذ محمد، ان نبقى شعب موحد. جميل. وليس دولتين او دوله واحده لشعبين. نحن الان نسير دكتور لنكون دكتور دوله واحده. جميل. لشعبين. نحن جميل. نريد ان نكون شعب واحد. جميل. شعب واحد وليكن دولتين. انا 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 ساختم، لان الوقت انتهى بالنسبه لي حقيقه. دكتور محمد، يعني الدكتور يقول نحن جربنا من 90 وجربنا هذه ولم تنجح هذه، لماذا تجريب المجرب حقيقه يعتبر ليس من الذكاء بشيء؟ في كلمه واحده بس. الخطا لابد ان نصحح. كيف؟ يعني كيف؟ الوحده بنيت على مساومات وعلى كواليس وعلى، نحن نريد مرة واحدة نعطي للشعب خياره. نقول له يا شعب الجنوب كما تفضل، أنا برضه كلام هذا لكن يعطى حقيقة. الشعب دائما هو المهمش. يعني؟ تعطي له أن يعبر عن نفسه. استفتاء؟ أن يعبر بأي صورة من الصور، يعبر عن نفسه. كيف يعبر؟ لكن استفتاء تعطيه، ليس شرط استفتاء. أجلك. أنت تعطي له أنه يعبر عن نفسه ويقول ماذا يريد الشعب في القلوب. خارج من يعبروا، بعضهم يقول انا ما اريد هذه الوحده. اذا شو بقول؟ هذا مش تعبير يا اخي الكريم. انت اعطي اعرض للناس كل الاراء باسلوب هادئ وباسلوب فيه كرامه وفي ايضا هدوء. انا اختم لك، ما هي الكلمه تقولها لابناء الاخواننا في الجنوب؟ كلمه واحده فقط اقول لاخواني واهلي في الجنوب بعشر كلمات. الوحده فيها خير لابناء الجنوب وابناء اليمن، وقد عانينا من التشطير، علينا من التشطير الذي شطر اليمن. واختم ان وقت وانا اطبع هذه الفكره لقيت واحد من السودانيين فقال لي، كلمته قلت له يا اخي الكريم قبل سريعا قال انصحكم يا ابناء اليمن، يا ابناء اليمن نحن في السودان فصلنا شيئين مختلفين، لكن اقول لكم يا ابناء هذا اخ السودان قدس باللغة في قال لا تقطعوا الاسود، لا تقطعوا. شكرا جزيلا دكتور صالح. رساله تقدمها انت لابنائك واخوانك في الجنوب وقيادات الجنوب داخلا وخارجا؟ اقول لهم الوحده مطلوبه ولكنها بشكل آخر يرضى عنه أبناء الجنوب وأبناء الشمال، وليتم الاستفتاء في الشطرين ولكل شطر استفتاءه ورأيه، وبعد ذلك نتكرر من خلال الاستفتاء. إذا لم نستطع أن نتفق كنخب سياسية على شيء جديد، والجديد الدولة الاتحادية، لا خيار إلا الدولة الاتحادية. ولا خيار لدي إلا أن أشكركم حقيقة في نهاية هذه الحلقة على مشاركتكم لي، وحقيقة أنا لا أخفيكم ما زالت أوراقي مليئة ولم أخذ منها إلا ما هو أقل من الربع، لكن الحديث معكم لا يمل. أشكر الدكتور محمد مسعود سميح رئيس ائتلاف العدالة لأبناء الجنوب، أشكر الدكتور صالح باصرة عضو اللجنة الفنية ونائب رئيس الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء، أشكركم على هذه الإطلالة وعلى هذا الحضور. أشكركم ويعني السادة المشاهدين على حسن المتابعة في كل أبناء اليمن في الداخل وفي الخارج، وأعيد وأكرر مرة واثنتين وثلاث، هدفنا ويشهد الله على ذلك في هذه الحلقات ليس هدفنا لا إثارة نعرات ولا إثارة بعض المشاكل فيما بين، يكفينا فيما بيننا من إشكاليات كبيرة جدا. وأقول لكل أبناء البلد في الداخل والخارج، إن اختلف السياسيون فإن أبناء هذا البلد لن يختلفوا لسلامة النفوس فيما بينهم، لسلامة القلوب، لوحدة المصير الذي سيجمعهم بإذن الله تعالى، وهم على قلب رجل واحد بإذن الله تعالى. أدعو للمرة الرابعة كل القيادات التي تستطيع أو أنا آتيها إلى أي مكان شاءت في الداخل أو في الخارج لتقديم كلمة
يجمع عليها الناس. أسأل الله أن يحفظ هذه البلد من كل شر. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل لدي هنا في صنعاء وكذلك الأخوة في القاهرة على نقل هذه الحلقة، وأشكر الأخوة الذين ساهموا معي في الفيسبوك وفي التويتر باسم محمد العامري لصناعة محاور هذه الحلقة. أجدكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين الساعة 10 مساء يتجدد اللقاء مع ضيفين كريمين بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.